من الممكن مقارنة إصدارين من نفس العرض التقديمي عن طريق دمج التغييرات التي تمت في أحدهما في الإصدار الآخر، ويتم تسجيل الاختلافات في العرض التقديمي الذي تم دمجه على هيئة مراجعات، ومن الممكن مشاهدة التغييرات المقترحة ثم قبولها أو رفضها. لدمج إصدارين لنفس العرض التقديمي يتم فتح أحد الإصدارين، ومن تبويبة مراجعة في المجموعة مقارنة يتم النقر على الزر مقارنة. من مربع الحوار يتم البحث عن الإصدار المراد دمجه ثم النقر نقرا مزدوجا فوقه. لمراجعة المراجعات في الجزء مراجعات الذي يتم فتحه تلقائيا بعد دمج الإصدارين يتم القيام بعرض الصفحة تفاصيل. في المربع تغييرات الشريحة يتم النقر فوق أي مراجعة لعرض تفاصيلها. من تبويبة مراجعة في المجموعة مقارنة يتم النقر فوق التالي للانتقال إلى الشريحة التالية التي تحتوي على تغييرات. في جزء الصورة المصغرة يتم النقر فوق أي شريحة لعرض إصدارها الأصلي في جزء المحتوى والإصدار الذي تم تعديله في الجزء مراجعات. لقبول المراجعات أو رفضها من تبويبة مراجعة في المجموعة مقارنة يتم النقر فوق قبول أو رفض. في الصفحة الشرائح في الجزء مراجعات يتم القيام بالإشارة إلى شريحة تمت مراجعتها ثم النقر فوق قبول التغييرات أو رفض التغييرات أو معاينة. عند النقر على قبول يتم اختيار ما يناسب من الاختيارات المتاحة. لإتمام عملية المراجعة من تبويبة مراجعة في المجموعة مقارنة يتم النقر فوق الزر إنهاء المراجعة لتجاهل التغييرات التي تم قبولها وكل العلامات.